كل البداية ديالي كسمحتي ولا عليكم اموركم هانيه، ما عرفتش هاد لا فيديو غادي تحط في الصباح في العشيه، المهم ما علينا. فقت، شوف شنو دايره، شوف شنو دايره في حالتي. لابسه غير البوليرو لحتو هكا بالمقلوب لانها جالسه غير بالطوني دي باردور كل واحد كيقول ليه. المهم لقيتوني دابا غادي نمشي لواحد لو سونتر ديال اللغات، وبزاف منكم اللي كيعجبهم بحال هاد لي بلان هكا. مثلا كيكون شي سونتر داير ريدكسيون في الاثمنه، كيكون عنده مثلا شنو نقول لكم، كيكون عنده دي تروك اللي ما يكونوش في دي سونتر دي لونغ واحد اخرين، فهمتوا؟ فيلاه معايا وتوجدوا معايا ونشوفوا كيفاش غادي نوجد راسي. في نفس الوقت تكون خريجه، شحال هادي ما خرجتكم معايا جو سي، وكانت توصل بزاف لي ميساج يقول لي صافا ما بقيتيش كتخرجي. اي عرفت ما بقيتش كنخرج، مي هاد الفتره هادي غنبقى نخرجكم واحد شويه حقاش عندي شويه ديال التمشغيلات. المهم دابا فقت، غسلت شعري. كوم دابيتود فاش كنكون غادا لشي بلاصه كيصبح شعري مزيت، سبحان الله. المهم غسلت شعري، غازيت شويه حجباني بداك الموس. راه ديجا بارطاجي معكم الطريقه باش كنرازي بها. المهم بقيت حجباني واحد شويه، من بعد خديت داك القلم اللي كنصايب به حجباني وصايبتهم وطراسيتهم مزيان، درت البينيتانت في دير بينيفيت في شنيفاتي. ودابا غادي ندوز للمكياج. صراحه ما كرهتش نمشي غير بحال هكذا، نخرج غير بحال هكا، والله ما كرهت. الوجه كيكون نقيقي صافي، كلشي هو هذاك، واصلا نقول لكم حتى الحجبان هما كلشي في الوجه. المهم باش ما نطولش عليكم نمشي نصاوب المكياج ديالي وغنرجع لكم. نسيت واحد الحاجه، واقيلا ما غاديش نبارطاجي معكم مكياج، لان غادي يكون مكياج عادي ماشي شي حاجه زعما لي اكسبسيونيل باش غادي نبارطاجيها معكم. ويا نمشي قد راسي ونرجع. بدات، المهم رونت البيت الروينه ديال بصح، شوف شوف غير باش نقاد راسي، شوفوا الروينه اللي كندير. لبست هذا افيك دي جين عاديين وسميطه، سبادري اللي هي نوار. بقات لي عندي غير بوليرو طويل عليا وصافي. المهم راكم عارفين ما كنقدرش نخرج انا بلا شي حاجه طويله، زعما ما نقدرش نخرج هكا. كاينين بنات كتجيهم هكا عاديه، انا لا. ايوا صافي، بالنسبه للشعر درت له واحد الكيرلي خفيف اللي ما جايش معايا ميكاب، ها هو زدت على الميكاب ايلاينر واحد شويه ديال الايلاينر وصافي. هذا ما كان دونك لي في تبدل الراي. لبست هاد لا شوميز هادي بيضاء، ودرت معاها هاد الميكينه هادي بور لي اكسسوار، درت هاد السنيسله هادي. غادي ندير بوتيتغ دي بوكل اولا، نقدر ما نديرهم صراحه ما عرفتش. افكروا ايضا انني ندير هادو، تخيلوا هادو من شريتهم درتهم واقيلا جوج مرات ولا مره هكا. تغيير، شافوا التغيير. ايوا صافي، المهم عندي عند دراتوي عجبوني وصافي. نقول لكم علاش بدلت ديك اللبسه، لحقاش الجو ديجا سخون وما في ما بقى غدا كنجر داك البوليرو ونسدو الى اخره طق طق من هادي. صافي هادشي اللي غادي ندير. بالنسبه للسويك غادي نهز معايا هاد السويك هذا فينيتو. البنات ولي على بوزيسيون داير انا. المهم البنات يلاه كيوصلت للمول دابا، غادي نجلس في المول واحد شويه لحقاش وصلت قبل الوقت الصراحه. البنت دايره معاها نورمالمون حتى الخمسة اللي غادي نمشي عندها للسونتر، ومهم نحاول نتصل بها دابا. الا كان ديسبونيبل غنمشي عندها دابا، ما كانتش ديسبونيبل غنخليها حتى للخمسة. صافي عندي ما ندير. كما قلت لكم هضرت مع السيده قالت لي جو سوي ديسبونيبل من واحد 30 دقيقه، فغادي نمشي. كنت غادي نطيح نيت راه ما شفتوش، فغادي نمشي نشوفو دابا شي طاكسي وغنمشيو ديريكت. مع زيدي يا اختي، عرفتي وعلاش بغيت نسالي شويه بكري باش من الخمسه الفوق واو نكون واخده راحتي انايا. الناس كيشوفوا فيا متشوفوش فيا، عطيكم مصيبه. بنات يلا دابا باش وصلت للسونتر، غادي نطلع نشوف السونتر فين كاين. بلا شو غادي صافي تكون صافي باش شو غادي نعطيكم اكزاكتومون السونتر فين كاين. المهم كاتر كوان اون فاس كاين واحد ليمابل ديال الزاج، تما غادي تلقاو. دونك هنا اول حاجه غادي تلقاو هنايا كاين عندنا اون بيبليوتيك ديال لي ليف، اللي كيحتاج شي حاجه كياخدها من هنا. لي بروغرام تا هما اللي كنخدمو بهم كاينين هنايا. بالنسبه للفرنسي كنخدمو على حساب لو نيفو ديال كل واحد، على حساب لو ليفو اللي غادي يحتاج. وبالنسبه للانجلي راه حنا تقريبا كنخدمو بنفس لو بروغرام ديال لو سونتر امريكان. هادو لي صال عامرين دابا،
هذه اون سال كيقراو الالمانيا هنا اوسي الالمانيا هنا سي لاكوي هنايا راه كيقراو لونجلي دونك باش ما نديرونجيهمش اي فوالا لا ديريكسيون البلاصه اللي فاش وصلت للسونتر حطيت لك قبل من هذا على لي زانفورماسيون تورني في لو سونتر كيفاش داير اكزاكتومون شنو فيه دابا غادي ندخل لكم شويه في لي ديتاي ديالو بالنسبه للغات اللي فيه كاين الالمانيه كاين الاسبانيول كاين الانجلي وكاين الفرونسي هادشي كامل غادي تلقاو لي زانفورماسيون اكثر في لا بار دانفو نخلي لكم لو ليان ديريكتومون ديال الانستغرام ديالو سينو الا كان عندهم اليان ديال شي سيت ولا نيمورو نخلي لكم تحت في لا بار دانفو هادشي كيخص غير البنات اولا الدراري اللي باغيين يتعلموا لا لونغ اولا اللي باغيين يديروا يعني شي حاجه عندهم غولاسيون بهذا الموضوع هذا ماشي يعني ماشي بالسيف ولا شي حاجه ديال الحاجه اللي بغينا نوصل لكم ثاني حاجه عندهم دو باج ديال انستغرام دونك الباج الاولى اللي هي خاصه غير بالالمانيه با بلوس فيها غير الالمانيه الباج الثانيه فيها الفرنسي وفيها الاسبانيول وفيها الانجلي تكون متفقه معاك بالنسبه لدوك البنات اللي كيكونوا باغيين يمشيو مثلا ماشي غير بنات بنات ودراري باغيين يمشيو لالمانيا باغيين يقراو تما باغيين يخدموا تما باغيين يتزوجوا تما فباش ياخذوا بزاف ديال لي زانفورماسيون وهذا يجيو للسونتر اللي انا هضرت لكم عليه اليوم اللي خليت لكم في بعض الانفو باش تاخذوا لي زانفورماسيون اكثر عندهم هذا اربعه اللغات اللي شاركتهم معكم انايا حاجه واحده اخرى اللي قلت لكم انايا ابار هاد لي لونغ هادو اللي كاينين ديسپونيبل دابا في هاد لو سونتر بالنسبه للبنات اولا الدراري اللي باغيين شي لغه واحده اخرى فبالنسبه لهاد السونتر هذا الا لقاو يعني بزاف ديال الناس اللي باغيين هاد اللغه هادي يعني مينيموم 5 بيرسون اللي كيتجمعوا يكونوا باغيين شي لغه اي لغه بغيتوها نتوما فكتجيو عند ريسبونسابل غتهضروا معاها فوالا بغينا هاد اللغه ها شحال بينا وشحال بينا وان شاء الله يا غادي تشوف لكم ان بروفيسور اللي غادي يكون يعني كونفيونس بيان سور وغادي يجيبو باش يقري لكم هاد لا لونغ هاد اوتر شوز كاينين دي كور انديفيديوال يعني الا بغيتي تقرا الكور بوحديتك فاللي دايرين زوين هو انك تقدر تقرا من الدار ديالك يعني بوحديتك في دارك سينو بغيتي تجي لهنا وتقرا بوحدك حتى هي كاينه كاينين جوج الحوايج ولك الاختيار اخرى بغيت نقول لكم هي انايا درت واحد لا تورني هكايا في دي سونتر هنايا لقيت كو ان اغلبيتهم كيديروا لا سيونس وحده 100 درهم بوتيتر 100 درهم الفوق هاد لو سونتر هذا لا ناقصين الثمن بزاف بزاف يعني اش نقول لكم راه فريمون ناقصين الثمن مقارنه مع السونتر الاخرين مهم البنات حقا نسيت ما كنتش وريتكم الاوتفيت ها هو داكشي اللي لبست جين سميطه وهاد لا شوميز هادي اللي بغيت نقول لكم هو انني وصلت اللي بغيت نقول لكم هو عطيتكم لي ديتاي ديال السونتر باش تاخذوا المعلومات اكثر 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 عليه غادي تلقاهم سور ما باج انستغرام صفاء بيوتي اوفيسيال الكبيدات المهم جيت باش نتغدى تخيلوا انا دابا عاد غادي نتغدى هادي علينا 6 جمعت الشعير ديالي سفين جا باش ناكل فراح الطنطوره ديال الراس ديالي وصافي نبارطاجي معكم شنو غادي نتغدى خليكم معنا صراحه جات البلاصه لحقاش كنت مشهيه بريوات مي مالوروزمون جي با تروفي البريوات وانا نتعصب واني ماشي مشكل نشدو الجوع عاد نشوفو البريوات بدات لقيتوني رجعت للدار يلاه دابا المهم انا بارطاجيت معكم لي تروك اللي خاصكم تعرفوا سينون بلوس دانفورماسيون تلقاو عندهم في لابار دانفو دابا لقيتوني غادي ندوش وقلت بوكو با صراحه تعصبت ما درتش شي ماسك لشعري تعصبت والله المهم قلت بوكو با ما نشاركش معكم لي تروك اللي شريت انا من كارفور المهم انا نوريهم لكم دابا بروميير شوز خديت هاد الكارفري هادو دونك هما دايرين 20 بياسة غراتوي هانتوما الكارتونة الأولى والكارتونة الثانية هذا البري ديالهم 22 درهم نيشان دونك 22 درهم هادو ماشي الناس اللي غادي يحسب لهم اونوز لشي حاجة لا هادو فوات يومية يعني كيدارو كل نهار كديري وحيدة أبخي سا خديت هذا دونك هاد لو جيل نيتوايون هذا كنت جربته في واحد الفتره شحال هادي مي ما كنتش ما درتش فيه راسي فهمتو خطره كنغسل به خطره ماشي ولا كنغسل به دابا هاد لو مو هذا اوبس هاد لو مو هذا غادي نغسل به وغادي نشوف واش زوين فريمون ولا لا المهم هنايا كاتبين خالي من الزيوت منظف يومي لفرك البشره وازاله الرؤوس السوداء احنا غادي نشوفوا هاد الشيء ونجربوا ورد عليكم واش زوين اوبا وصافي خلاص هادو زوينين كنستعملهم ديما
المهم دابا غادي نمشي باش غادي ندوش، غادي نحبس لكم لا فيديو هنايا، نشوفكم ان شاء الله في اون نوفيل فيديو، غادي تكون الفيديو الجايه ان شاء الله، باش ما نطولش عليكم بزاف منكم اللي غيقولوا صافا يلا غسلتي شعرك في الصباح. ايه غسلتي شعرك في الصباح، مي فريمون مع الخدمه وخرجت وداكشي الصهد كان وعراقيت، ما كاينش مبقى هكاك على داك العرق. فوالا سي سا.